والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، نعود فيها مرة أخرى إلى رجاء رمزي. إليك رجائك. شكرا يوسف، شكرا إيمان. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدافئ على جنوب سيناء وأيضا شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتوقع الصقيع على المزروعات في مناطق في وسط سيناء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 20 الصغرى، فيها 12 جو معتدل، الإسكندرية 20-12، مطروح 18-13، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية العظمى فيها 20 والصغرى 11. أما في محافظة السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11 جو معتدل، العريش 19-10، طابة 19-13، شرم الشيخ 23-17، أما الغردقة العظمى فيها 23 والصغرى فيها 13. محافظة الأقصر العظمى فيها 26 والصغرى فيها 10، أسوان 25-11، الوادي الجديد 25-8، شلاتين 24-16، أما حلايب العظمى فيها 23 والصغرى 17. والآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.